اه يا ابني ميتين الكلب اللي احرق 30 ابوك مالك؟ ايه في ايه يا بابا؟ وانت شايف حمار داخل عليك؟ حمار ايه يا ابني الكلب دي دخلت ترام؟ طب فك انت الوقت من الحوارات دي، ايه مش هتقوم تروح تجيب العجل اللي قلت لنا عليه امبارح؟ عجل عجل ايه يا روح امك؟ هو كله خروف اللي قلنا هنجيبه، حلا خليتها عجل؟ عم ما تدق ايش خروف ايه؟ خروف ايه اللي هيعمل الخروف دلوقتي؟ قوم يا حاج هات لهم عجل بلا خروف، الخروف هيعمل ايه دلوقتي؟ هتهاجي تعقل، روح هات العجل بالادب والذوق. الله يخرب بيت ابوك على امك يا دي يا ابن الكلب، الله يخرب بيتك مش هتجيبها لبره. طب يلا طب قوم روح حاطه بس. خلاص اوعى كده غور من وشي خليني اروح اجيبوك. اوعى كده اجي معاك. اوعى غور من وشي بس بلا تجي معايا، اوعى غور هي طلباك اصلا اوعى. خلاص قوم روح حاطه انا مش هروح معاك. يا نهار ازرق يخرب بيتك، تعال يا نهار ازرق يا نهار ازرق والله انا اجيبك. خش العجله ايه يا حاج انت جايبه هنا ليه؟ مش توديه فوق السطوح؟ انا عارف مش عارف ايه فيه متوقع كده بس. يا اسكت يا ارزق. اه ايوه كده خش تعال بس مع نفسك. عارفه لما الشنكه الضغط غير الحقونه يا جدعان.